الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لي ولوالدي. آمين. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله على ما لكم رسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنكم، فإن ترضوا عنكم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لكم، سيدخلهم الله برحمته، إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنكم ورضوا عنه، أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل الكتمة مرضوا على النفاق، ألا تعلمون تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. وَلِمَنْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن أعرض الله ورسوله من قبل، وليحلفن أن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تكن فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جروف نار وانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. إن الله يشترى من المؤمنين أنفسكم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله وينقتلون أو يقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله واستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون على حدود الله، وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا
موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله وتبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منكم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم يتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن أرضكم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يقربوا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنكم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به بعمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واتيا إلا كتب على كل شيء يوم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون ليغفروا ما كافة ولولا نفر من كل فرقة منكم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومكم إذا رجعوا إليهم لأنهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنكم من يقول أيكم زادتكم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فأما الذين في قلوبهم مرض وزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من آت ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أو أوحينا إلى رجل منكم أنذر الناس بشر الذين آمنوا أن لكم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسائر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله أكبر إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لكم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفسر الآيات لكم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لكم يتقون.
إن الذين ينسون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم تأواهم فيها سبحانك اللهم ودعيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استنجالهم بالخير لقضي بإليهم جنهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلا ضر مسه كذلك زين للمشركين المسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتكم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف وإن عصيت ربي عذاب يوم عليم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم أمرا من قبل أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم بالسماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه تختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله وانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا تقول الناس رحمة من بعد ضراء مستكم إذا لهم مكر بآياتنا قل الله أسرع ومكر إن رسلنا يكتبون ما تمكرون والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وإن جرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتك ريح ناسف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم وننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يقول الناس والأنعام حتى إذا أخضر حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى الدار السلام ويأتي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بما بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا
كان ما أوشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفروا وكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ورد إلى الله ومولاهم الأنك وضلانه ما كانوا يفطرون كل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر وسيقولون الله وقال أفلا تتقون وقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا تعبد لك إلا الضلال أفأنتم تشركون كذلك أنقذ كلمة ربك على الذين فسقوا أنكم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا يفقون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي ألا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يعوضوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم وانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك كل عمل ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع ثم وكانوا لا يعقلون فمنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يسألهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ما كانوا مهتدين وإما نرينك بعد الذين يدوم أرثه فإنك وإلينا مرجعهم ثم الله شيطان على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون وساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لأفلتت به وزر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم عظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق وجعلتم منه حراما وحلالا
قل الله أذن لكم أم على الله تفترون كما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تقول في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من أمر إلا كنا عليكم عليكم شهودا إن إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن الله ما هو السماوات ما في الأرض ومن يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخرسون هو الذي جعل لكم الليل ولتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وفي الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتلوا عليهم نبأ نوح إن قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت وأسمعوا أمر أمركم وشركائكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اغتوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه ونجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه من خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم وجاءوهم بالبينات وكما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدك موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا واستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الأمر من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجدنا لتلفتنا أما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين فقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لكم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبدله إن الله لا يفلح لا يصلح أمام المفسدين ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض إنه وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله وعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا لهم يتوكلنا ربنا نجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون ملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم ولا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعواتكما واستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر
فاتبعهم فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد نبوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناكم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم وإن ربك يقضي بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون فإن كنت بشك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ولقد جاءكم من ربك ولتكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله وتكون من الخاسرين إن الذين أقت عليهم كلمة عليهم بلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءكم كل آيات أنت يروا العذاب العليم ولولا كانت قرية آمنت ونفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنكم عذاب العيش في الحياة الدنيا ومتعناه إلى عين ولو شاء ربك آمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات ومن نذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبل قل فانتظروا إني منكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك أكن علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم بشك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير ولا راد لفصله لبر يصيب به من يشاء من بعده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع بما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو الخير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل وإن تولوا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ويستخفوا منه ألا حين يستغشون بثيابهم ويعلم ما يسرون ما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض بستة أيام وكان رسول على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنكم أنكم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور
ولئن أذقنا نعماء بعد ضراء مسنه ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به وصدرك أن يقولوا لولا أرسل عليك رسل أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا الله وما أنا بضارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن أطردتهم أفلا تذكرون ولولا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني ذل من الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا وأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا يغفركم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعليه إجرمي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلي نوح أنه لا يؤمن بي من قومك إلا من قد آمن ولا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرمون ويصنع الفلك وكلما مر علي ملأ من قومه ساخروا منه قال إن تسخروا منا وإنا نسخر منكم وما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيك عذاب يخزيك ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفرض النور قل نعمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها مرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في منزل يا بني اركب معنا ولا تن أولادكم على الكافرين قال سأبي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا أعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج وكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت عليه الجودي وقيل بدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه وقال ربي إن ابني من أهلي وإن عدك الأرض وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ولا تسألني ما ليس لك بعلم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم ولا إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح بذ بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمتعكم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى آت أخاكم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فضلني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مترارا ويزدكم قوة إلا قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين
إن نقولوا إلا ضراك بنت آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه بقيتوني جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم وربكم وما من تابة إلا وآخذ بنصيحتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تدرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاءنا أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جادوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد عدموا في هذه الدنيا لنا يوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم على بد لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاكم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم بها واستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنتم فينا مرجوا قبل هذا تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لمما تدعون إليه مريب.